هذا وشاركت قوة دفاع البحرين في العديد من الميادين وجبهات القتال، ويثبت تاريخ مشاركتها قيادتها الشجاعة ومدى جاهزية وتطور جنودها البواسل الذين كانوا على أهبة الاستعداد دوما لأداء الواجب، وأنهم سيظلون العون والسند لأشقائهم في منطقة الخليج العربي وأحد أركان دعم حائط الصد الخليجي والعربي والدولي. منظومة دفاعية متجذرة ومتجددة تتعدى الحصر لتسجل حاضرا ومستقبلا مشرقا. فقوة دفاع البحرين ينهمر حصادها اليومي بما ترسخه علاقاتها التاريخية من تعاون عسكري مشترك يشمل كافة الأسلحة البرية والبحرية والجوية مع الأشقاء والأصدقاء، والتي من شأنها تطوير قدراتها وتعزيز إمكانياتها ومنظوماتها الدفاعية لمواجهة الأزمات والكوارث، للحفاظ على الاستقرار وأمن الوطن والذود عنه. قوة دفاع البحرين حرصت دوما على المشاركة في التمارين العسكرية المشتركة بكافة أشكالها لرفع الجاهزية القتالية وتبادل الخبرات واكتساب المزيد من المهارات القتالية والإدارية والقيادية، حيث كانت خدمات الإسناد اللوجستي والمواجهات الحربية حاضرة على الدوام عند قوة دفاع البحرين، وكانت بمثابة رأس حربة في العديد من المعارك التي استهدفت حماية الحدود للدول الشقيقة والصديقة، بل وامتدت أدوار قوة الدفاع إلى تأمين وصول المساعدات والاحتياجات إلى الدول الشقيقة والصديقة التي هي بحاجة إليها، واستطاعت أن تثبت مقومات الاستقرار بها ومؤازرتها في مواجهة أي تحديات أو مخاطر، وتميزت أيضا من خلال مشاركاتها في مواجهة كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المنطقة بما يحفظ الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي. بعزيمة جنود قوة دفاع البحرين البواسل، استطاعت قوة الدفاع أن تكون دوماً العون والسند للأشقاء في منطقة الخليج العربي وأحد أركان دعم حائط الصد العربي والدولي، ولم تتوانى مختلف وحدات قوة الدفاع من الإيفاء بالالتزامات الإقليمية والدولية عبر المشاركات الفاعلة في مختلف دول العالم متى ما استدعت الحاجة إلى ذلك، من منطلق التعاون والتنسيق المشترك وتوحيد الجهود لحفظ الأمن والسلم الدوليين. هذه الأشواط التي قطعتها قوة الدفاع منذ نشأة قوات درع الجزيرة كانت خير دليل على ما تمتلكه قوة الدفاع من قوة في نظمها المتطورة ومعاهدها التدريبية، فهذه القوة فرضت حتمية العمل المشترك كوسيلة لتحقيق الاستقرار والازدهار كمطلب ملح لإرساء قواعد الأمن الداخلي والإقليمي والعالمي، وذلك بوجود المقومات الضرورية التي تفرضها الروابط المشتركة من تمازج أسري وثقافي وتاريخي.